الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي أخوان المشاهدين وأحيي أخواتي المشاهدات وأحيي أختي أم خالد وبنتي فاطمة. السلام عليكم خالد. هلا وسهلا. حيا الله محمد. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية. بخير. مش حالكم؟ مش حال العيال؟ الحمد لله. أخبار العيال؟ الجيران كلهم زينين؟ الحمد لله كلهم. يا مرحبا بيش. الله يعطيهم العافية. الله يعافيك حبيبتي. لا تقولي جيران يا خو، قول اخوار خواتي. ايه الله يعطيك العافية. ايه هذيل خواتي والله. الله يعافيهم يا رب. الله يخليهم. الله يدومهم يا رب العالمين. ايه مريم خدية خواتي مساكين. يا الله. الله يحفظهم. امين. كيف حالك بنيتي؟ هلا امي، شخبارك؟ يا شاء الله. كيف حالك وش حال الاهل؟ الحمد لله. الاخوان الخوات؟ الحمد لله كلهم بخير. زينين؟ الحمد لله كلهم بخير. انت ايش اخبارك امي؟ والله الحمد لله نحن بخير ونعمه. الحمد لله. يا مرحبا بيش. عندنا هذا اليوم طبختنا اليوم برياني ربيان. ام خالد عندي قصر الطماطي بلي يا حبيبي. ان شاء الله حبيبي. يعطيك العافيه حبيبي. كل شيء موجود، الطماطم الشباب شويه قاصر عندي. يعطيك العافيه. حاسبي حاسبي. امي شو بنحتاج حق البهارات اللي اسمه الموجود برياني. الموجود كله للبرياني. هي. موجود من جميع البهارات كله للبرياني حبيبتي. عندنا هذا البرياني الربيان، عندنا اللومي الاصفر، عندنا اللومي الاخضر، عندنا الطماط، عندنا الفلفل الاخضر، عندنا الثوم، عندنا الزنجبيل، عندنا اللومي الناشف، عندنا البصل، عندنا البقدونس، عندنا الكزبره، عندنا النعناع، عندنا الربيان، عندنا الزيت، وعندنا ورق الغار الاخضر، وعندنا الكمون الناعم، وعندنا الفلفل الصحيح، وعندنا الورق الغار الناشف، وعندنا الحب الهيل، وعندنا الحب الفلفل الاسود، وعندنا القرنفل، وعندنا القرفه، وعندنا الهيل الناعم، وعندنا الدهن العربي، وعندنا الزنجبيل الناعم، وعندنا الكزبره الحب، وعندنا الفلفل الاسود، عندنا الكركم، وعندنا النجمه، وعندنا الملح، وعندنا الطماط. ام خالد قص لي البصل صغار صغار. ان شاء الله. يعطيك العافيه. احب اشوف انا امي. شوفي فاطمه. محمد ما نحط الربيان عشان ينضي؟ صح. حطي الربيان. ايه حطي الربيان، ترى لازم الربيان نسلكه حبيبي. لازم. امي البهارات شو اسمه نطبخهم مع الربيان، نحمسهم مع الربيان صح؟ اي الربيان ما لازم اول نفوح امي اساس يعني ينضي الفندق ما يعبق لنا لازم نفوح امي نسلكه الربيان. ونحط شويه كركمه، ونحط شويه هيل، ونحط شويه بصل عشان يشيل. صحن صحن. الحين بنحط عليه كركمه. شوفي بصل شويه عشان يكسر البياضه. يكسر البياض ماله عشان يطبخ ويشيل الروائح اللي منه. ما نحط ملح امي؟ الملح بعدين. ملح بعدين. يلا حطي. دوري فيه اختي. دورتي فيه؟ الحين بشوفي ماينا العيش. ماي العيش بنحطي عليه القرفه. طبعا ضروري نغسلها. ضروري نغسلها القرفه. اربع حبات عود قرفه، اذا عوده تكسريها ولا صغيره ترى ما تبى تكسير. اربع حبات هيل. اربع حبات هيل بعد نحطي للعيش عشان يعطيك النغمه. للعيش. امي الحين عندي سؤال. الحين البهارات هذه كلها من وين تجيبونها؟ يعني قبل. البهارات هذه ما تستورد هنا، ما تستوي عندنا، تستوي بالهند. في الهند. بالهند يستوي. في بمبي، بالهند، مدراسه يبوا بخيش. ونحن ناخذ حب ونغسله ونطيبه وننقي منه الرمل وننقي منه نغسله غسلتين. بعدين نفرشه على سمه او حصير او سفره. لين يبس. عقب ما يبس امي حمرناه. حمرناه. نحمر نص ونخلي نص، ما نحمره كله عشان يختلط هذا بهذا. يعطي نكهة الحياة. أي شكل حبيبي نحن يوم نسويه لازم نحط فيه الكمون، البقدونس، الكسبرة، هذا الحب كله، السنوت، الفلفل الحار،
الكركم شويه كسره صغار صغار وياه كله مع بعض. من كل شيء حفنه 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 يعني كميه نسوي. اي كميه نسوي شو؟ ما نقلي كله مره واحده. نقلي قص الويبه اللي نحن نباها في حاجه في نسويها. اعطيني ام خالد الدهن حبيبي. هذا الدهن اشوفي امي فاطمه لازم الدهن العيش الدهن ضروري عشان ما يتم يتعقد. هي. نحط شويه دهن. ايه شويه ما وايد. حطيت ام خالد فيها؟ الحين بحط. امي هذا دهن عربي؟ امي هذا دهن عربي؟ الا حبيبي هذا دهن الطبخ. هاي مال الطبخ هذا، هاي خاص للطبخ. الدهن العربي هذا وين؟ بعدين عقب ما اخلص العيش بصب عليه. عيشنا طبخ الماي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العيش ما نغسله لازم نغسل العيش ويرتاح. كل ما غسلناه وارتاح يطلع الطبخة حلوة يا فاطمة. ثلاث غسلات العيش استوي العيش ايش حالاته. شوف الماي خفي نظيف حطي عليه ماي وخليه. اخلي كم دقيقة امي؟ خليه لين تطبخي. ايه من الطبخ كل ما غسلتي زيادة وتم ياخذ وقت العيش تاخذ راحته تمتغط. يعني بتغسل العيش وبتحطي في الجدر ما كنا كليت عيش. لازم ياخذ راحة حبيبي. كل ما العيش ارتاح الطبخة حلوة ترتاحي بطبختها. هذا حبيبي تعلمينا من الجدات، تعلمينا من الامهات، تعلمينا من الجيران، كله هذا شكل. لكن الحين الحمد لله علمنا البنات، علمنا بناتنا. ما راحوا ما راحوا من بيت ازواجهم الحمد لله رب العالمين. احنا نتعلمه منكم. هي الحمد لله. شوفي انا ما ملحت امي حطيت مادي، لازم يبى ملح امي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي قفشه وهذه قفشه ثانيه. ماما تروسات انا بغيت هذا القفش، القفش القفش الكبار مشكله، لكن هذا القفش الصغار تعطيش قياس. هي الكبيره لو حطيتي بعدين عاد يكون مال. العوزي يكون مال. العوزي ما تعرفي وش تسوي. لازم الحين حطينا الملح ندور في العيش. هي. عشان ليش؟ يختلط الملح مع العيش. امي انت حطيتي ملح وحطيتي ماجي. هي. الماجي حطيت وحده شفته ما 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 اثر عليه الملوحه. زدت ملح زدت ملح قفشه ونص. ما زيدي زياده وايد عشان اذا ملح ما بتقدري لازم تصبخي الطبخه. اذا ما فيها ملح تقدر تزيديها. يا حبيبي اشكل حياتي تعلمي باباش مره ما تصيري الا حافظه حبيبتي. حطيتي هاي بصل في اختي؟ ايه بصل وثوم حطيتي؟ ايه نعم. خلاص خلاص هذا يطبخ الحين. شوفي حطينا فيه الثوم وحطينا فيه البصل عشان نشيل الروائح. لين تشوفي طبخ نشخل العيش بنحمره تحت العيش. بعدين بنصب الربيان وبنحط البهارات كلها بعدين بنضيف على العيش. امي يعني نحط الربيان مع البصل والثوم بروح عقب بنحط الباقي؟ اول بنحمر البصل. هي. محمر البصل مع الثوم مع الزنجبيل. هي هي. ومع الطماط. شوف لان كل شيء بنحطيه بنحطي الربيان. احنا بنشوف العيش انت احنا عيشنا بنشوفه حبيبي. بسم الله هذا شوفي عيشنا خلص ما طبخنا وايد. لازم نتجنب عن الحار نحط ثيابنا نلف ثيابنا نجود الثياب زين عشان ما يشير لنا شيء حار ونتأذى. صح ام خالد؟ اي نعم. ام فاطمه صح ولا؟ صح كرامة امي. ايه ايه عشان لازم نتجمد نتجنب عن الحرورة وناخذ لنا هاي غرافة. اذا ما عندنا غرافة طاسة ما في مشكلة. جزاك الله خير. ايه ما في مشكلة. يعني الواحد اذا ما عنده هذا عنده هذا. ما عنده هذا عنده هذا. شوف انا اتجنب عشان الحروره ولا ما يحوشني شيء. امي الحين شو بنسوي؟ الحين؟ ايه الحين بنشخل العيش ما. بسم الله.
الحين نشخل العيش امي، الحين نتري مخالي تخلص لنا البصل وتفرم البصل. شوفي البصل كيف تفريمه، البرياني كيف مطبق، كيف كل شيء بالتفريمه. ما تعالوا فرم اي واحد، لا كل شيء له شيء. البرياني نقص البصل صغار صغار صغار. البرياني اللحم دواري، برياني ديار دواري. الربيان بصل على بوجب الربيان. يعني الحين بنحط البصل وعقب بنحط البهارات صح؟ البصل اول بنحمره. بنحمره هي؟ بنحمر البصل مع الثوم امي، عقب بنحط الطماط، عقب بنحط بنحط الربيان، عقب بعدين بنحط هذا. يلا ابو خالد اعطينا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البصل حبيبتي، شوفي بصل فرمناه صغار. هذا البصل ازيد ارحامي نحمره. ايه يتحمر الحين البصل، سوى صوت، تحملي حاسبي. شوفي خالد بعدها ما جابت الثوم، انا بحمر البصل لين ما بوقف، بحمر البصل لين تم خالد. خلص خالد شغلها وتعطيني لين ينشف الجدر وينشف هذا. هذا كيف نشف سوي صوت، ما نسوي صوت خلاص يبا دهن. الحين خالد بتجيب لنا هذا بنحمره بعض. هاي ام خالد الزنجبيل والثوم. الزنجبيل والثوم، هاي الثوم والزنجبيل مع بعض. ليش حبيبتي شوفي، يلا اعطيني الدهن اختي. شوفي طلعت ريحته عيني، لانه خلاص البصل يود هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنضيف عليه الدهن. يلا اختي نحب بنحمرها، بنحمر البصل بنحمر الثوم ورا بعض. لما تشوف بدا بالحموره يجيب لنا ام خالد الطماط بنحطي عليه. عقب ما نحط الطماط وشفنا الطماط هما بنحطي الربيان. بنحمر الربيان، لما شفنا الربيان اختلط مع الاشياط نضيف عليه البهارات. الحين اشوف بنحمر البصل، البصل يتحمر مع بعض. مره تعادلي بها القصه، تعادلي بها كبير بصل صغير الطماط. لا لازم مثل ما قصيت البصل تقص الطماط. أيوه. الطماط بتقصيها كبيره، قص البصل كبير. البقدونس والذاك الزنجبيل والهذا بعد كبير. شرخي شرختين، واذا ما بتشرخي حتى لو على حاله عادي، لان الثوم يذوب يذوب حبيبي. إيه لأن أمي أنا جاية عشان أتعلم. إيه؟ عشان أسويها في البيت إن شاء الله. وباش تسويها وباش تتعلم يا حبيبي. هذا طماط أول ما ضفناه، الحين ضفنا الطماط عليه. هذا الطماط الله وصلتني وصلتني. إيه إيه عمل أختي. شوفي لأن الدهن حام حامي والبصل حامي، تغير الصوت الحين لان الطماط فيها ماي بيخفض الصوت. روح الصوت هذا من يحمي بعدين بيسويها. هذا الطماط مع بعض امي. لازم اول تحمري البصل. حمرنا الطماط والبصل، حمرنا الثوم والزنجبيل هي مع بعض روح هيك. بين البصل احمر ومع الزنجبيل هما حطينا الطماط، وحين بنضيف عليه الليمون. جيب اختي بس وحده بس وحده بس وحده عشان احمر وراها يسوي الموضه. بسم الله. الحين بضيف عليه الليمون. طبعا الربيان ضروري الليمون اليابس، اليوم اليابس نقصه يريح هذا. ايه ليش امي يريح الخلطه نقصه هي، لانه ليش ما في صالون برياني
هذا نطلع الحب منه عشان ما يستوي مر. كل ما طلعت الحب يطلع الشيط الشياط حلو. يطلع طعمه لذيذ. لذيذ لذيذ لذيذ. ربيانا خلص. ما ملحتي محمد؟ الا بملحنا بالشياط اختي. ما يحسن. ملح بالشياط الحين. والحين تحط الربيان. والحين بنحط الربيان. هي. عشان ينضي الربيان. تغير لونه. تغير لونه طبعا. من الكركم. اما خالد. اه. انا ما انطل منك حبيبي. كيف حوليش؟ خالد يا خليل مش خلح. انا ما سوري سالفه. يلا. اشخلوه هذا غير ام الحين حمرة صح؟ اي حمرة مع البصل والثوم حمرة ونخليه كين الملاس هاكو حوليش اختي اعطيني هاي الملاس اعطيتني انزين هاكو الملاس عندك حوليش اعطيني هذاك ملاسي بحمر لها اعطيتي لي هاي يلا بسم الله الرحمن الرحيم هاي الحين حمرناه حمرنا الربيان انا الربيان حمرناه امي بنيتي امي كيف اعرف اذا الربيان خلص ولا لا كيف اعرف اذا الربيان خلص ولا لا خلاص ينعرف من شكله هي من شكله شوفي شكله كيف هي الربيان ما يبى وايد امي الغاز تحطي عليه ماي حار وتخليه يطبخ مرة ينعرف بعد بينحمس بعد بيتحمر بعد بيتسكر بيذوب هاي كمون شوية هاي ربيان محمد الحبة بعشر بعد تدور يخلي ما بخلي ولا حبة لا ما في شيء قصدي هذا ورق الغار يعدل الريحة وهذا الهيل أمي ورق الغار ما يغير الطعم؟ لا ما يكون فيه طعم؟ لا يعطيك النكهة الحلوة هي. إيه يعطيك النكهة الحلوة مرة هذا القرفة أمي كلنا بنحطي مع بعض بعدين بنخلطه بعدين بنخلطه أمي حطيتي ماي ورد؟ بحطيه على العيش على العيش أوكي فلفل الأسود هي. بحمر شوية هذا الحين بحطي عليه الملح بملح لأنه ما ملحت أول الحين بملح بسم الله الرحمن الرحيم بس بضيف عليه الطماط معجون الطماط معجون شوية بس أضيف عليه بس أمي ما أكثر ها؟ ما أكثر على رغبتك أمي الواحد ورغبته رغبتك أنت تبيها شكل رغبتك تبين شوية رغبت على موجب طلبتك أمي أنت كيف تبين على راحتك حبيبتي إيه حياتي كلها على الرغبة كلها على الرغبة إذا بغيتي هذا وإذا ما بغيتي بس يعطي لذة يعطي طعم يعطي لذة طبعاً اختلط معه شوفي الله اختلط معه الحين بشيل العيش أمي بسم الله الرحمن الرحيم الحين بضيف عليه شو العيش بضيف عليه شوية قرفة بضيف عليه شوية هيل عشان عند الغراب يعطيك لذة الغراب بسم الله الرحمن الرحيم تفضل امي امي عطينا بالحمس هاي ان شاء الله خليها بزين الزينة هاي الزينات امي بتزينين بالبقدونس؟ ايه ايه بزينه بالبقدونس لانه فوق الفلفل بقى
هذا حطي فوق فوق الفلفل في البخار بدون خلي الفلفل بنحطيه فوق خلي هذا الحين بضيف عليه شويه ما تكبي وايد بس الحين ضافيت عليه وهذا بخليه الحين يتسكر الحين هذا ايش نحط سكرناه ونتري ان شاء الله يطلع البخار وجاهز ان شاء الله للغراب طبختنا خلصت والحين ان شاء الله جاهزه للغراب بسم الله الرحمن الرحيم هذا طبختنا الحين بنفضي شويه الدرب عشان ما ينصب عنا البهارات ولا ينصب عنا اغراضنا ولا شيء بسم الله الرحمن الرحيم بعدل شويه هذا بعد شويه عشان ما ينصب عنا ام خالد اي صحيح بسم الله الرحمن الرحيم هاي هاي بحطيها على على جهه لين احطيها بسم الله الرحمن الرحيم الله هذا العيش مره هذا عيشنا يا فاطمه ويا ام خالد خلص الحين بنغرفه الشباب يعانين ها ام خالد اي نعم الشباب يعانين بيتغدى ايه فقاره يعاني امي اللون هذا مال الزعفران صح؟ ايه لون الزعفران نعم نعم لون الزعفران يعطيك هالشكل ثلاث انواع ابيض واصفر وبرتغالي ايه يعطيك الالوان المعدده ما شاء الله يعطيك العافيه على الاكل الطيب الله يعطيك العافيه حبيبي بحضورك انت بعد حبيبي وباش عاد الحين خلاص انا ما اتريى الا ابا طبخيش وتعليمك بسويها ان شاء الله ان شاء الله بتسويها هذا هو الخلطه برياني ربيان من تعليم ام احمد اي نعم ربيان مره ربيان مره ربيان على حاله ربيان كبار هذا بعد اي والله طري طري مره هذا بنحطيها هنا هذا ربيان طري بنيتي والعيش نثري اي والعيش نثري بعد ما يحتاج اي والبرياني الطري والعيش نثري العيش نثري ايه الهوى شرقي يلا هي والهوى شرقي هوا شرقي والعيش نثري بسم الله الرحمن يتم على القدر شيء غربي ويا عاد اختي في تم في القدر في موجود الحمد لله الخير كثير ارسل لي عاد خلاص ان شاء الله يلا اعطيني ما قصد اللوميه يصل يومية لي خضرة عشان بحط يعصروا عليه الربيان توه في له أنا خليها كبيرة ها؟ كبيرة ولا دواوير قصيها هي زي الأول لا؟ ايه ايه حملي حاسبي عشان الربيان لازم يبلى يمون ها أمي فاطمة وش رايك بالطبخة الربيان؟ ما شاء الله أمي يعطيك العافية شكلها بريان الربيان مرة على حلة هي. ان شاء الله أباش تطبقي هذا بسويها ان شاء الله اليوم تعلمتها منك الصراحه ان شاء الله إن مع شاء الله. كل شيء ان شاء الله تعلمت ان شاء الله تعليم وان شاء الله أباش تجيبي اول مره ما ادري ايش قال خالتي خالتش عاد الحين خلاص يعطيك العافيه حبيبي هذا الحين أباش تعلمي الله مع التزيين والتزيين يسد التزيين مره هذا شويه بقدونس هذا البقدونس وكزبره وهذا الفلفل ونحطي عليه عشان الفلفل الحار يعطيك لذه وهذا النعناع بسم الله ليش اختي هذا نعم ام خالد نعم وش رايك بالطبخه ام خالد تمام اليوم بريانينا ربيان مره مع العيش والله ريحته حلوه ريحته حلوه بوجودي ان شاء الله يطول عمرك ريحه بس يعطيك العافيه مره اي شميت ريحته شبعت
شبعتي مره؟ اي مره. هي ما تبي غدا منه؟ لا لا ما تبي؟ لا لا واجيب لي. يا جزاك الله خير. شبعت من الريحه. شبعتي من الريحه، ها بنيتي فاطمه وش رايك مره؟ يعطيك العافيه امي. يعطيك العافيه حبيبي بالهنا والعافيه. هذا طبختنا اليوم برياني ربيان والهنا والعافيه عليكم.